طب بصي، انا ثقتي فيك كبيره صح، وانت دورك تخلي الثقه دي تكبر مش تقل. افكري كويس، خدي القرار الصح. انا هسيب لك الموضوع، قراري انت. فاين. انا مش شايفك، انت فين؟ انت فين انت؟ انا شفتك اهو. ده انت؟ ايه اللي عاملاه في نفسك ده؟ متنكره يا خالد. يلا طيب ماشي، يلا. هو فين؟ اهو. طب من غير ما تشاوري. طيب. انا واحد اللي قاعد بشاي شبه صنفور ده. شفت، هو الولد هيجيب له الشنطه هنا؟ ما انا كنت فاكره زي كده بالظبط، عشان كده قلت لك تجيب بسرعه. بس من ساعه ما جه وعمال يشيش وقاعد كده متنخ، مفيش حد ظهر. لو سمحت ده هيحاسب. طب ايه؟ يلا. استنى، ما تبصيش. غريب قوي انه بايت. يمكن ميعاده مع الولد بكره. لا مش شرط، ممكن يبقى النهارده برضه عادي. وعشان هو تحش وتفس قرر ان هو يبات ويمشي بكره. طب احنا هنعرف ازاي؟ هنفضل قاعدين هنا مش هنتحرك الا لما ينزل. الو استاذ صو، المحامي بتاعك وصل؟ وصل؟ طيب جبت له تليفون زي ما قلت لك. طب ابعت لي رقم، انا اكلمه واتفق معاه الميعاد. ايوه يا استاذ صو، اكلمه دلوقتي على طول. سلام.